هي الجهات معية الإخوان ديال التنمية، وطلبنا في أنه واحد منهم قبيلا اللي شفنا أنه مفاد الأعمال مفاد خارج عن السياق ديال التنمية المدينة، طلبنا دورة استكمالية فيها 14 نقطة اللي هي الأساس ديال الإشكالات اللي كتعيشها المدينة العنيج. من هاد النقاط اللي طرقناها كاين الملف ديال النظافة، كاين الملف ديال النقل الحضري، كاين الملف ديال النصارى، كاين الملف ديال الأسواق الجماعية مثل ما الإخوان، كاين الملف ديال المحطة الطرقية، كاين الملف ديال باقي الاستثمار، كاين الملف ديال الدعاوى الفضائية اللي كترهق الميزانية ديال الجماعة. إذا واحد المجموعة ديال النقاط اللي تم الإدراك ديالها في طلب دورة استثنائية. مع كامل الأسف هذه الدورة الاستثنائية اللي فيها 14 نقطة اللي كتهم المدينة تم الإحباط ديالها أو تم الإفشال ديالها. الرئيس ما حضرش والنواب رفضوا أنهم يفتتحوا الجلسة. كيفاش يعقل أننا فتحنا الجلسة هذه المشاكل في المدينة من 14 نقطة اللي ذكرت لكم قبيلة من هذا المشكل ديال النظافة، المشكل ديال النقل الحق، كانوا معاك الملفات، حتى واحد ما بغا يفتح هذه الجلسة، وكان على سلطة المراقبة أنها تطبق القانون وتطبق المادة 64 68 24 تطبق المادة 64 وسلطة المراقبة تطبق 98، لأنه هذاك الإشكال هي سابقة في تاريخ التدبير الجامعي في المغرب. كاينين شركات هذه وخاصها تدرس ويتم تعديل القانون التنظيمي على اساسها، لان هذا مستجد الرئيس كيبكي هو ما كيستسلمش شي جلسه، وكاين الاخوان راه ما عارفين. اخ عندي الملفات اللي عطاتهم الحركه التصحيحيه من معيه الاخوان ديال العفو. كاين الملف ديال المدن الصفيح، المدن الصفيح من الملف المدن الصفيح العنايش كانت من المدن الاولى اللي دخلت برنامج مدينة الصفيح سنة 2004، وكان من المفروض أن العرائش تعلن المدينة مدينة الصفيح 2008، بدينا ب 5622 ميناج، 17 عام حنا كنشتغلوا على مدينة الصفيح، والعرائش باقا ما تعلمتش مدينة مدينة الصفيح، بل بالعكس أنه ضاعف العدد، 5000 بدينا بها أكثر من 17 سنة، وحنا الآن ما يلاهي 6000 ميناج، لا يقبلها العقل، لا يقبلها العقل. كان بإمكاننا نطول في هذا الملف هذا، علاش خمسة دقائق؟ لأن الملفات كبيرة خاصة يكون يعرفوها أخر، عطيونا فرصة نقولوا لكم مسكينة في هذا المسكين، عطيونا فرصة صاحبي باش نقولوا لنا نهضروا ونقولوا لكم، لا سير لا خير، اسمح لي شوف.